السيشن النهارده هنتكلم فيها عن الاتاك فور انتربرايز. هي مجموعه من السيشن بتقدم للانتربرايز. السيشن هتكون فيها بنتكلم فيها عن استخدام المايتر اتاك في السكيورتي اوبريشن سنتر او السوك. السيشن بالتعاون ما بين اتاك كوميونتي في شمال افريقيا والشرق الاوسط وشركه سكيور مصر. وبيمثل شركه سكيور مصر في السيشن مصطفى يحيى سوك اناليست. طبعا مرحبا بيك مصطفى. ازيك يا امجد، عامل ايه؟ طيب السيشن النهارده عندنا كذا بوينت هنتكلم فيها. بدايه هنتكلم عن المايتر اتاك في الكوميونتي بتاعنا. هنتكلم فيها عن ايه هي المايتر اتاك، هنتكلم فيها عن اليوز كيسز، هنتكلم فيها عن الابديتس الجديده النيو ايفالويشن والريسورسز. وبعد كده مصطفى هيتكلم معانا عن ازاي تستخدم المايترا في السكيورتي اوبريشن سنتر بشكل يكون افكتيف اكتر في الدي تو دي اكتيفيتي. المايتر اتاك كوميونتي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، الكوميونتي بدا في فبراير السنه دي في اثناء المؤتمر بتاع سايدس كايرو. كانت الهدف من اللي احنا يكون عندنا كوميونتي خاص بمايتر اتاك اللي احنا يكون بننشر الثقافه والثقافه عن استخدام المايتر في الشرق الاوسط وشمال افريقيا باليوز كيس بتاعتها المختلفه. وكمان بنتكلم فيها عن ازاي تقدر تفهم الكونسبت بتاع التي تي بي اللي هي تاكتكس تكنيكس بروسيدرز، بحيث ان يكون عندك نولج اكتر ازاي تقدر تاسس برودكتس بتاعتك، ازاي تقدر تستخدمها في الدي تو دي اكتيفيتي وات ايفر اذا كنت بلو تيمينج او ريد تيمينج. فده كان الهدف الاساسي من الكوميونتي. بدانا بمجموعه سيشنز اتكلمنا فيها عن انترودكشن عن الانترودكشن خاصه بايه هي المايتر اتاك، الماتريسيز بتاعتها. اتكلمنا بعد كده في سيشن ثانيه عن النافيجيتور، الاتاك نافيجيتور، ازاي تستخدم النافيجيتور كواحده من التولز المهمه اللي تقدر تستخدم او تعمل بيها سيميليشنز لاي حاجه انت محتاجها وتقدر تستخدم فيها التي تي بي. تاني حاجة بدأنا كمان مجموعة من السيشن اللي هي الاتاك فور انتربرايز. السيشن دي بنتارجت فيها الاستخدام الاتاك توداي في الداي توداي اكتيفيتي. وبدأنا بأول سيشن بالتعاون مع شركة سكيور مصر وممثل عنها مصطفى يحيى، اللي احنا بنتكلم عن ازاي استخدم الاتاك بشكل افكتيف خلال الداي توداي اكتيفيتي. طيب باختصار الاتاك هي زي ما احنا قلنا بتعتمد على التاكتكس تكنيكس بروسيدرز، وهي بتعتمد بشكل اساسي على التي تي بي زي ما احنا قلنا، وهي فري اوبن الكوميونتي، وهي الكومن لانجوج دلوقتي ما بين كل التيمز في السكيورتي سواء كانت ريد او بلو او بيربل تيمينج. وبدات في 2013. خلينا نتكلم باختصار. الماتريسيز دي بتكون من ثلاث كومبوننت اساسيين اللي هي التاكتكس والتكنيكس والبروسيدرز. التاكتكس بتبتدي بالكود بتاعها بتي اي، التكنيكس بتبتدي الكود بتاعها بتي، والبروسيدورز جوه كل تكنيكس في البروسيدورز الخاصه بيها. لو بنتكلم عن الاي بي تي جروبس فهيكون الجروبس دي الكود بتاعها بيبتدي بجي. لو بنتكلم على الميتيجيشن فالكود بتاعها بيبتدي بام. طبعا السب تكنيكس موجوده كجزء من التكنيكس. التكنيكس بتبتدي بالكود تي، سب تكنيكس بتبتدي بنفس الكود بس دوت وليها الرقم الخاص بيها. طبعا معرفه الكود دي بتكون مهمه لان معظم الريبورتس اللي بتطلع دلوقتي كاناليست سواء من السوك اناليست او من الفيندورز او الناس السوليوشنز بروفايدرز عموما بيكون احيانا بيستخدموا فيها الكود دي، فمطلوب ان احنا نكون عارفين الكود بس مش مطلوب مننا ان احنا نكون حافظينها يعني بشكل كبير، بس نكون فاهمين كل كود بيرمز لايه بشكل واضح يعني. خلينا نتكلم كمان ان كانت المايتر اتاك في البدايه خالص كانت في بري اتاك والاتاك فور انتربرايز علشان تكفر كل الاتاك التشين. طبعا كانت مقسومه على التو ماتريسيز دي. في الفتره الاخرانيه اصبح التو ماتريسيز مندمجين في ماتريسيز واحده بس اللي هي الاتاك فور انتربرايز، فيها الجزء الخاص بالبري اتاك والانتربرايز اتاك اللي بتكفر مالتي بلاتفورم سواء الويندوز الماك اللينكس كلاود بلاتفورم وشوية الابديتس اللي احنا هنتكلم عليها في نهاية السلايدز يعني. طيب المايتر اتاك ليها اربع كومبوننتس اساسيين او اربع يوز كيسز معروفين، هي الديتكشن اند هانتنج، الثريت انتليجنس، الاسسمنت انجينيرنج، والادفايسري ايميليشنز. كل يوز كيس بتاعتها تقدر تستخدمها
ازاي تستخدم فيها المايتر اتاك بشكل واضح في الدي تو دي اكتيفيتي بتاعتك. الاسسمنت انجينيرنج واحده من الحاجات اللي اتعمل عليها بعد كده من المايتر اتاك، الاتاك ايفالويشن، انك ازاي تعمل ايفالويشن السوليوشنز او البرودكتس بتاعتك، والثريت انتليجنس كمان واحده من الكيسز اليوز كيسز مهمه واللي ليها تريننج فور فري بتقدمه المايتر، وهنتكلم عليه كواحد من الريسورسز يعني. طبعا زي ما احنا قلنا ان الاسسمنت انجينيرنج والادفايس ريموليشن هي بتستخدم عشان اقدر اسس الديفنسيف كفرج بتاعتي سواء على مستوى السوليوشنز، كمان على مستوى اللي انا اقدر اعرف الكابابيلتي بتاعت السوليوشن بتاعتي. طبعا الديتكشن والهانتنج عشان تساعدني ان انا اكواير نيو ديفنسيف، والثريت انتليجنس عشان اقدر احدد الجابس بتاعتي الموجوده في السكيورتي كنترولز. طبعا اخر ابديت حصل دلوقتي من المايترا اتاك ان اضافه اتاك اتاك نتورك ماتريكس، ودي خاصه شويه بالانفراستراكشر سواء كانت الابلاينسز اللي هي الراوتر السويتش الحاجات الاساسيه في الجزء بتاع الانفراستراكشر، فاصبح ليها كمان التي تي بي الخاصه بتاعتها، ودي من حاجات الابديت اللي ضافت في الفتره الاخيره. كمان الاتاك ايفالويشن، وده اللي هو اللي كان اخر ايفالويشن عن الفان 7، وده انضمت ليه كتير من الشركات بحيث ان انت تقدر تيفالويت البرودكت بتاعها بالاي بي تي اللي هو الفان 7. من ضمن الريسورسز اللي موجوده كمان اللي هي موجوده ومتاحه فور فري اللي هو الكتاب الخاص بالسكيورتي اوبريشن سنتر، انك ازاي تبلد سكيورتي اوبريشن سنتر وتمانج البيبل والبروسيس والتكنولوجي بشكل افكتيف اكتر، وتقدر تابلاي المايتر كمان كجزء او ادد فاليو ليك عشان تقدر تبلد يعني السكيورتي اوبريشن سنتر بشكل كويس. اخر حاجه ودي من الحاجات المهمه هو الثريت انتليجنس تريننج، وهو متاح فور فري تقدر تاكسس عليه من خلال اللينك اللي هو attack.mitre.org resources training. هو الاتاك الوحيد هو التريننج الوحيد المتاح من مايترا اتاك بخصوص الجزء الخاص بالثريت انتليجنس. كمان من ضمن الحاجات ان الاتاك كونفرنس مايترا اتاك كونفرنس متاح دلوقتي اونلاين بالريكورد بتاعته اللي تمت في شهر اكتوبر، تمت في شهر نوفمبر، كمان في شهر ديسمبر، من خلال اللينك ده كل الريكوردز متاحه. طيب خلينا نروح للشكل عام للابديتس اللي حصلت. هنا الانتربرايز اتاك زي ما احنا قلنا اضافت ليها الجزء الخاص بالبري اتاك وكمان الجزء الخاص بالاتاك، فبدات الريكونسنس وكل الجزء الخاص بالاتاك تشينز اللي كانت موجوده في البري اتاك جوين للاتاك ماتريسيز زي ما احنا قلنا انها بتقدر تكفر فيها الويندوز الماك اللينكس الكلاود والابديت الجديد اللي هو النتوركس اللي هي الخاصه بالانفراستراكشر او النتورك بلاتفورمز عموما، كمان الجزء بتاع الموبايل والجزء بتاع الاي سي اس الاندستريال كنترول سيستم. زي ما احنا قلنا الاتاك كونفرنس الريكوردز بتاعته متاحه من خلال اليوتيوب شانلز ريكوردز شهر اكتوبر شهر نوفمبر. الحقيقة النقطة الثانية المايترا اتاك كوميونيتي الريكوردز الخاصة بالانترودكشن عن الكوميونيتي والانترودكشن عن استخدام المايترا اتاك متاحة على الشانل الخاصة بالمايترا اتاك. دلوقتي هننقل البرزنتيشن لمصطفى، مصطفى من سكيور مصر سوك اناليست. سكيور مصر واحدة من شركات السيرفيس بروفايدر الموجودة في مصر. مصطفى هيعرفنا اكتر عن الشركة وهيعرفنا اكتر عن السيرفيس وهيعرفنا اكتر ازاي نستخدم المايترا اتاك في الدي تو دي اكتيفيتي. معاك المايك مصطفى. شكرا جدا يا امجد. سكيور مصر هي سايبر سيكيورتي سيرفيس بروفايدر استابليش سنه 2008، بتبروفايد سايبر سيكيورتي سيرفيسز كتيره زي السوك، البريتش اسسمنت، ثريت هانتنج، بنتريشن تيستنج، الجي ار سي والكونسلتيشن سيرفيسز. انا مصطفى سوك اناليست في الانتيتي الكبيره دي. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن السوك افكتيفنيز باستخدام مايتر اتاك، ومايتر اتاك هتفرق في ايه في الدي بتاع السوك اناليست عن ان انا ما بستخدمش مايتر اتاك. خلينا نبدا بالاجنده بتاعت النهارده، هنتكلم عن السوك اناليست دي ويز مايتر اتاك، بعد كده هنتكلم عن الريبورت ترانسليشن، ان احنا نقدر ان احنا ترانسليت الرو داتا او الكلام المكتوب في الريبورت للتي تي بيز، وبعد كده من التي تي بيز دي هناخدها نستخدمها في الهانتنج، وبعد كده
اليوز كيس كرييشن والدوكيومنتيشن بتاعت اليوز كيسز اللي بتكون موجوده للديتكشن طبعا من خلال السيم سوليوشن او السيجنتشرز اللي بتكون موجوده على السكيورتي ديفايسز زي الاي بي اس والاي دي اس. بعد كده ان احنا ازاي نكاتيجرايز او نريبورت الانسيدنت او الفايليشن اللي بيكون موجوده عندي في النتورك بيزد على مايتر اتاك وليه ده بيكون مفيد وافكتيف في الـ في الـ في السوك. خلينا نتكلم عن السوك اناليست دي. انا لما بتكلم عن السوك اناليست دي انا اقصد السوك كتيم، يعني انا ما بتكلمش عن السوك كفرد واحد ان هو هيعمل كل ده، لا انا بتكلم عن السوك كتيم. يعني انا لما بقول السوك اناليست دي هيكون عامل ازاي فانا اقصد السوك تيم كله سواء مكون من 7 افراد او من 3 او حتى فرد واحد. فهو احنا نتعامل مع الريبورت مثلا بنقرا الريبورت من ترينت مايكرو مثلا، انا ببتدي باخد الريبورت او الستريت ريبورت ده وببتدي بدل ما انا بس اكستراكت منه الاي او سيز بتاعه الاتاك، لا انا ممكن ابتدي ان انا اشتغل على التي تي بيز. ده في الليفل بتاع الترانسليشن، احنا دلوقتي بنتكلم على السوك اناليست دي، فاحنا في الليفل بتاع الترانسليشن نبتدي ان احنا ناخد التي تي بيز دي. التي تي بيز دي هتتحول تروح لحد تاني يعمل بيها هانتنج او نفس العمل اكستراكتنج للتي تي بيز دي هو اللي هيبتدي هانت بيها. وبعد ما بدأ الهانتنج اي سكسيدد هانتنج لازم يتحول لاوتوميتد ديتكشن اللي هو طبعا اليوز كيسز اللي بتكون موجوده على السيم سوليوشنز او السيجنتشرز اللي بتكون موجوده على السكيورتي ابلاينسز. بعد كده بعد كده في الدي طبعا بتاع السوك اناليست لما يجي ريبورت الفايوليشن، لما بيجي ريبورت الفايوليشن لازم ان هو بيريبورت بيزد على حاجه. طب احنا ايه اللي هيفرق في مايتر؟ ده اللي هنشوفه كمان شويه. اول فيز ان احنا نترانسليت الريبورت للتي تي بيز. الاي او سيز ليها ليميتيشن، الاي او سيز طبعا ليها انديكيتور اوف كومبرومايز زي الهاشز دومين اي بيز ليها ليميتيشن. بمعنى انا دلوقتي مثلا راجل اتاكر وفي اورجانيزيشن او في انفايرمنت مثلا اونت باي مي مثلا، انا دلوقتي في اي بيز، الاي بيز دي خلاص بقت موجوده عند الناس ان انا مثلا بستخدمها مثلا عشان السيتو سيرفر بتاعي او ببعت فيشنج ميل مثلا من دومينز معينه. تغيير الاي بيز دلوقتي بقى سهل جدا، ان انت تهوست دومين على اي بي بقى سهل جدا جدا ويعتبر يعني يكون ببلاش. بنعاني من اتاكس كتيره زي الفاست فلكس. فكره الفاست فلكس انه مثلا ممكن يكون 1 دومين لا اكتر مثلا من 100 اي بي. هل انت هتقدر ان انت ال 100 اي بي دول تقدر ان انت تمونيتور عليهم؟ فانت هنا بتلاقي الحته بتاعت الليميتيشن بتاعت الاي او سيز. نفس الكلام في الهاشز، لو غيرت كاركتر واحد بس في الفايل الهاش كله اتغير. عندك حته بتاعت الدومينز، بقينا بنشوف تكنيكس جديده للاتاكرز اسمها دي جي اي. دي جي اي ممكن طبعا هنتكلم عن دي جي اي بالتفصيل شويه قدام، ولكن ممكن يكون مثلا الاتاكر الواحد عنده 1000 دومين والمالور بتاعه بيبتدي يطلع عليهم. فانت لك ان تتخيل بقى انت ممكن تكون الاي او سيز عندك، يعني مش هقول لك مش انها ليميتيشن، لا انها مش هتبقى افكتيف خالص في كيسز زي الكيس اللي احنا بنتكلم فيها دي، ما بقولكش تستغنى عنها، ولكن انا شايف ان التي تي بيز بيكون ليها بريوريتي اعلى بكتير قوي. الراجل ممكن يغير الحاجه او الدومين او يغير الاي بي او يغير الهاش، بس صعب قوي يغير التكنيك، يعني او صعب ان هو يغير التكنيك. فاحنا هنتكلم ان احنا ازاي في الفيز دي ان احنا ازاي نترانسليت ريبورت من الكلام العادي للتي تي بيز. طبعا ده بيكون بجانب ان احنا نكستراكت الاي او سيز، يعني برضه هنستخدم الاي او سيز عادي ولكن معاها ان احنا ترانسليت الدي تي بيز. برضه من خلالها نقدر نستخدم وان لانجوج فور كوميونيكيشن. انت مثلا مثلا لو انت مش انت اللي هتهنت او مش انت اللي هتديتكت، بيبقى انا باكستراكت الريبورت او باكستراكت الدي تي بيز من الريبورت
وبقول مثلا للراجل اللي هيعمل ستريت هانتنج اقول له والله ده انا لقيت ان مثلا اي بي تي الفلانيه كذا 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 او اي بي تي 10 اللي هنتكلم عنها النهارده ان شاء الله ان انا لقيتهم مثلا بيستخدموا التكنيك الفلاني، فخلاص هو الراجل عارف ان هو التكنيك الفلاني ده بيديتكته ازاي، هيروح يديتكت على طول. انت هتقول له كلمتين، مش محتاج ان انت تقعد بقى تشرح له ده بيعمل كذا، واصله بيبعت ميل والميل ده بيكون في فيشنج اتاشمنت. لا، هو الراجل خلاص فهم من الكلمتين او من الجملتين اللي انت قلتهم انت عايز توصل له ايه. هيبقى معانا ديمو لسايسيف. سايسيف بتبلش ثريت ريبورتس. الميزه في الثريت ريبورت اللي احنا هنشوفه النهارده ان هو بيتريس او بيتراك الاي بي تي 10 طبعا بكل الكامبينز بتاعتها. هو قدر ان هو يتراك الاي بي تي 10 ازاي او الكامبينز اللي حصلت بعد كده، وقدر ان هو يقول انها ريليتد لاي بي تي 10 ليه؟ لان نفس الداتا بيز بتاعتهم. تمام؟ هيبقى معانا الريبورت النهارده. طبعا احنا مش هنكفر الريبورت كله عشان التايم وعلشان برضه ما نخرجش عن صلب الموضوع، ولكن هديك اكزامبلز واضحه وحاجات يعني ان شاء الله تقدر تبلد عليها او تقدر ان انت تساعدك بعد كده. وطبعا ممكن تستفيد زي ما امجد قال من التريننج اللي عاملاه مايتر على البلاتفورم بتاعتهم، هو فري موجود على اليوتيوب كمان. ده ثريت ريبورت الديسايسيف. طبعا في الاول بيبقى في اكسكيوتيف سامري عن الاي بي تي. الاكسكيوتيف سامري لو انت طبعا او يعني انا بشوفه ان هو مش نون تكنيكال، ولكن للناس لا تكنيكال على خفيف يعني انت فاهمني، مش محتاج انها تخش ديبلي. وبتدي ان هو يديك ده برضه زي ما بقول لك كله سامري، ويقول لك التولز اللي استخدمتها الاي بي تي لحد التايم طبعا اللي اتعمل فيه الريبورت. ويبتدي ان هو مثلا هنا في جراف لمايتر اتاك او لمايتر ماتريكس. وخلينا اقول لك ان احنا في الليفل ده واحنا بنترانسليت او انت بترانسليت اول مره، مفيد قوي ان انت يكون معاك ريبورت زي الريبورت اللي عاملاه سايسيف. ليه؟ عشان تقدر تقارن هل انا شغال صح ولا غلط. احنا دلوقتي هنترانسليت، احنا المفروض دلوقتي الكلام اللي موجود كله هنا ده في التيبل احنا اللي هنطلعه من الريبورتس. فده مفيد جدا في الكيس بتاعه ان انت تقدر تشوف شغلك ان هل انت ماشي صح ولا غلط. وبرده خد بالك مش شرط ان انت كل حاجه اللي تطلعها لازم تكون موجوده هنا في المايكرو اتاك ماتريكس. لا لا، انت ممكن حتى انت كاناليست وزميلك الاناليست الثاني وانتم بتكستراكت الـ TTPs من الريبورت الواحد، انت طلع حاجه هو طلع حاجه، وده ما فيهوش مشكله او مش لازم ان احنا نطلع نفس الاوتبوت، بس بنتشابه في 70 80% منه. فده حاجه كويسه جدا. فانا شايف ان مثلا ريبورتس زي او ريبورت زي ريبورت بتاع سايسيف ده هيساعدك جدا ان هو اوريدي اصلا معمول له ماتشنج المايترو اتاك. تبتدي ان انت بعد ما بتطلع الريزلت بتاعتك تقارنها بالريبورت بالماتريكس اللي عاملاها سايسيف طبعا بيزد على مايتر، وشوف هل انت ماشي صح ولا غلط. هنا بتبدا بقى من الكامبينز. هو بدا من اول كامبين طبعا عندك 5 او 6 كامبينز 7 كامبينز. فاحنا هناخد مثلا اول كامبين. طبعا بيقول لك الكامبين دي بدات امتى وكانت بتارجت مين. هننزل هنا على طول. دي اول كامبين حصلت لها منيو باس. التاك ده اكتف من 2009 2013 اعتقد، دي ما فيهاش حاجه بالنسبه لمايتر. هنا مش عارف 2012 بتارجت الديفنس اندستري وكالات المخابرات، واتنت توستين مش عارف ميليتري انتليجنس. في الكامبين دي ان ذس كامبين سبير فيشنج ايميل. طبعا قبل ما نبتدي ان احنا نترانسليت ريبورت لازم يعني تكون فاهم على الاقل اول 50 60% من مايتر، كري عينك فيها اقراها كويس علشان لما تقابل حاجه زي كده مش هقول لك كي ووردز بس انت بتحاول تقرا الداتا بيز، فانت لازم تكون فاهم مايتر ده اصلا بتتكلم عن ايه، اندرستاند مايتر كويس عشان تقدر ترانسليت ليها. لقيت هنا مثلا ان هم كان بيقول لك ان هو بيستخدموا سبير فيشنج ايميل يوزد اتاتشمنتس. يبقى انا عندي هنا الجروب ده علشان او الكامبين دي عشان تدليفر عشان تاخد انيشال اكسس زي ما انت شايف كده بتستخدم ايه؟ هل درايف باي كومبرومايز هل 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 في هنا سبير فيشنج اتاشمنت. يبقى انا عندي هنا ابتدي ان انا اعمل تيبل احط فيه طبعا كل
كل التاكتكس دول وتحتيها التكنيكس اللي انا لقيتها عندي. يبقى انا عندي اول حاجه السبير فيشنج اتاتشمنت. تاني كامبين طبعا احنا خلصنا هنا اول كامبين, ما فيش حاجه تاني. طبعا بقول لك بقى بعد كده بويزن لوفي ده باك دور. تاني كامبين بيقول لك ان هي حصلت في نوفمبر في اخر في نوفمبر في 2016 وفي اول 2017. الكامبين دي الاكتور كان بيتارجت الام اس بي. الام اس بي دي انا ممكن يعني ده كده هياخد بيها انيشال اكسس. خد بالك كنا في الاول, بص شوف بياخد اكسس بالسبير فيشنج ميل. انت هتقول لي طب هو راح للام اس بي ازاي؟ ما دي مش قصه. ليه مش قصه؟ لان هو التارجت بتاعه كان الكاستمر او البنك مثلا. فهو بيقول لك ان هو بدا يدخل من البنك مثلا عن طريق ام اس بي. وصل للام اس بي ازاي؟ دي قصه ثانيه. لان انا خد بالك انا الفيكتيم عندي البنك مش الام اس بي, او هو مش عايز الام اس بي, هو من الام اس بي هيوصل للبنك مثلا. فده طبعا في الانيشال اكسس. الام اس بي دي ممكن تقول مثلا شركه بتروح تخلص شغل مثلا في البنك مثلا او في شركه ثانيه عن مثلا شركه اوت سورس او يعني اي حاجه من القبيل ده. نيجي هنا مثلا هنلاقي في الانيشال اكسس تراست ريليشن شيب. تراست ريليشن شيب ان انا شركه في ريليشن شيب تراستنج ريليشن شيبس ما بينهم. فبيبتدي ان احنا مثلا يخش كونكت الماشين, الماشين بتاعته عندي في بيننا ميلز مثلا بتاعت شغل ولا حاجه, خلاص الراجل ده تراست بالنسبه لي. حتى بالنسبه للموظف نفسه هو بيكون تراست, اي ميل جاي منه فدي بنسميها تراست ريليشن شيب. نكمل برضو تقليب في الريبورت. كامبين فيرجوسز الاود مس بي تيموف ليترالي يعني هيموف من الـ من النتورك بتاعت الام اس بي للميد نتورك بتاعت الكلاينت اللي هو اصلا تارجت. طبعا مش عايز اطول عليك في الريبورت فخلينا نقرا بسرعه كده. طبعا دي كلها تولز, فاحنا ممكن نخش على الكامبين الثانيه. هيقول لك ان هي بوصل برضو بسبير فيشنج. احنا اوريدي معانا السبير فيشنج صح كده. وبعد كده هيقول لك التولز. التولز دي زي ما قال اللي دي بنعتبرها مثلا بروسيجرز, يعني مش عاوز نستخدمها دلوقتي ولكن عايز استخدم التكنيك اللي هتشتغل بيه التول والتكتيك بتاعها. يعني هستخدم مثلا التول دي علشان السبير فيشنج. احنا اوريدي معانا السبير فيشنج خلاص يعني طبعا احنا بنبتدي نستخدمها دي. انا بس عايزك تفضل معايا في اول فيز هنا, لما نوصل للفيز الثانيه هقول لك هنبتدي نستخدمها ازاي. بعد كده هنا بيقول لك ان هو هيطلع هيحط باك دور, والباك دور ده هيستخدم هيستخدم بيلود عشان وهيعمل انكريبشن ديفرنت انكريبشن ميثودز في السي ان سي كوميونيكيشن. شوف هنا مثال عليك برضه, بيقول لك سي ان سي كوميونيكيشن. خد بالك انا اول مره اقرا معاك الريبورت ده, يعني مش ما قراتوش قبل كده مثلا. لا هو حاجات سهله جدا ومش هتاخد منك وقت. وزي ما امجد قال برضو في التريننج اللي بتاع مايتر هيساعدك جدا في حاجه زي كده. السي ان سي دي اوريدي عندنا اصلا هي تاكتيك في مايتر, هتلاقيها موجوده هنا. هو بيقول لك ان هو بيبتدي يستخدم ديفرنت انكريبشن ميثود. فدي ممكن نسميها كاستم انكريبشن. تعال نشوف هنا كوميونيز بورد. كاستم كريبتوغرافيك بروتوكول صح كده. فاحنا دي ممكن نعتبرها ناخدها مثلا في تحت الكوماند كنترول, نحطها في التيبل اللي انت تكون عامله. طب بعد كده هيتكلم عن تولز ثانيه, مش شرط اسم التول. انا عايز افهم التكتيك والتكنيك والسب تكنيك. طبعا في مايتر 8 انا شغال هنا على مايتر 6 خد بالك لانها بتبقى واضحه اكتر. طبعا الثانيه برده لطيفه وكويسه وكل حاجه وهنستخدمها قدام, بس انا حابب نستخدم في فلاش عشان نبقى اسرع بس شويه. بص بقى هنا بقول لك ايه, ان هو هيستخدم التول دي او المالور ده او الباك دور ده علشان يوبريت فايل ليس براد او ريموت اكسس تروجن. بص اول ما تسمع كلمه فايل ليس فكر في الباور شيل والدبليو ام اي والسي ام دي, وانت مغمض كده خدهم كلهم حطهم. طب هم فين؟ هل هم موجودين في مايتر؟ تعال نشوف مثلا في الاكسكيوشن.
بورشل بورشل بورشل. ممكن نسيرش مثلا عليهم، نكتب باور باور شيل. يبقى ده كده باور شيل. قلنا دبليو ام اي، دبليو ام اي ادي كوماند لاين انترفيس اللي هو سي ان دي. دبليو ام اي، دبليو ام اي ويندوز، ويندوز مانجمنت، ده الدبليو ام اي. يبقى انا كده وانا مغمض على طول، اول ما تسمع كلمه فايل ليست خد كله على طول وحطهم، لانه ده فايل ليست مالور. يعني انا اتمنى ان انت تقرا اكتر عن فايل ليست مالور، بس هو الفايل ليست مالور فكرته ان هو ما بيحطلكش المالور على الماشين، ولكن بيعتمد على التولز اصلا الموجوده في الويندوز زي سي ام دي، باور شيل، الدبليو ام اي، وبتدي يعتمد على اليوتيليتي دي، اليوتيليتي بتاعت الويندوز اصلا. بعد كده بيتكلم، بعد كده بيقول لك ان هو يحصل في السكند ستيج هي باكر. هنا استخدم باكرز. فكره الباكينج ان انا بغير من المالور او من السوفت وير علشان ايفيد الديتكشن. يبقى بستخدم الباكينج علشان خاطر ايفيد حاجه الديتكشن. طبعا بيقول لك في هنا باكر وذاوت انكربشن، وفي باكينج مع الاكسور، وفي باكينج بالاي اس. كل ده بالنسبه لي هو باكينج، سوفت وير باكينج، وبيكون موجود. طبعا احنا قلنا عشان ايفيد ديتكشن، فاحنا ايه اللي هنا ممكن يكون قريب لايفيد ديتكشن؟ هو ديفنس ايفيجن. هنستخدم، احنا قلنا باكينج صح كده، هنقول باكينج، باكينج في ديفنس ايفيجن، سوفت وير باكينج، تمام كده. نكمل في الريبورت. دخلنا لللينك فايلز وللبورش. طبعا لك اللينك فايلز دي بتوصل له عن طريق السبير فيشنج ميل. طب احنا خلصنا اصلا سبير فيشنج ميل قبل كده. بيفتح اللينك فايل، بيكسكيوت الكوماند برومبت اللي هو سي ام دي، بيداونلود بارشل سكريبت. فكرتها، فكره اللي انا مش عارف، انا تقريبا ما كملتهاش، بس هو فكرتها ان هو بدل ما يداونلود المالور ويحط المالور عندك على الماشين، لا استخدم اليوتيلتيز، بدل ما يداونلود المالور نفسه، لا هيداونلود انت متخيل السكريبت نفسه ويرنه على الباور شيل اللي يعتبر زي انتربريتر كده. والديبر طبعا مش هيظهر غير فين؟ في الميموري بس، في الميموري بس هيظهر، في الميموري بس، مش هيتاتش الهارد ديسك بتاعك. بعد كده جاكينج موجوده في البريزيستنس، وموجوده في البريفليج اسكليشن، وموجوده في الديفنس ايفيجن. طبعا انت عارف ان اي اكس اي عشان يرن الفانكشنز بتاعته كله ويكول اللايبريز ويتكلم على الاي بي اي بيحتاج دي ال ال، فاكيد يستخدم الدي ال ال دي عشان خاطر يبريزيست على الماشين، يفضل موجود على الماشين. من الباسورد ريكفري دامبنج تولز هاف بين يوزد ان ذيس كامبين. باسورد دامبنج هتكون موجوده في الكوليكشن داتا، الكوليكشن من ان ذا براوزر، ايميل كوليكشن. تعال نسيرش. لا موجود، سوري، في كريدنشال از اكسس، سوري. يبقى هي هنبتدي ان احنا نضم الكريدنشلز في التاكتيك بتاع الكريدنشال اكسس، او الفيز الثانيه في البرزنتيشن، وهي الدي تي بي دريفن هانتنج. ستريت هانتنج هو بيكون بيعتمد على هايبسز. طب الهايبسز دي هتيجي منين؟ هتيجي من الدي تي بيز علشان نبقى انا عارف انا بهنت ايه او بهنت فين. لنفترض مثلا انا جالي سيزو او السوك مانجر طلب مني ان انا نبتدي ان احنا نهنت الاي بي تي 10. طبعا احنا شفنا، طب بنعمل ايه بقى؟ سوك اناليست واحد مثلا من زمان نبتدي ان هو ياخد ريبورت مثلا من لحد زي سايسيف مثلا، ويبتدي ان هو يترانسليت الريبورت. وبيجي طبعا ممكن، طبعا في الغالب يعني انا يعني احنا في الكيس عندنا في سكيور مصر اللي بيعمل كده بيكون اللي في النايت شيفت. انا ما اعرفش في الشركات الثانيه ايه اللي بيحصل، ولكن وات ايفر اللي هيحصل ايه، المهم ان واحد هيبتدي ان هو بياخد
الريبورت بتدي ترانسليت وفر على الراجل هيعمل ثريت هانتنج سواء مثلا السوك اناليست ال2 او نفس تير 1 بس عنده الكابابيلتي للثريت هانتنج مفيش مشكله. وبيبتدي يبعت له تي تي بيز في ميل لطيف مثلا ويبعت له تي تي بيز دي. يبقى انا كده وصلت للتي تي بي والراجل هيبتدي يخش يهانت. الراجل ما عرفش ريبورت طويل عريض. خد بالك الريبورت ده مثلا مسد ايه 17 صفحه ريبورت طويل عريض. هو راجل بس هيخلصه في الاخر المفروض في قد ايه. هتخلص قرنه بالماتريكس بتاعت سايسيف. هل انت تمام؟ طيب ما يبقى زي الفل. حاجات معينه بس هي البسيطه اللي ناقصه مش مشكله مش مشكله خالص. هناخد 3 examples. طبعا بقى هنموف للفيرجن الجديد من مايتر اللي هو فيرجن 8 وهنبتدي نشتغل على الاكزامبل. طبعا انا مش هاخد الاكزامبلز اللي قابلتني في الريبورت بتاع اي بي دي 10. خد بالك انا جبت اكزامبلز راندوم كده او من خلال ان انا اقدر اكفر معظم الحاجه يعني. بس طبعا طبعا دي فيز 2 يعني انا بعد ما باخد الدي تي بيز من فيز 1 ببتدي اروح للدي تي لفيز 2 في ثريت هانتنج. مش شرط ان يكون حد طالب منك ان انت تروح للحته دي. انت ممكن تكون عارف ان الجروب ده بيتارجت ميدل ايست مثلا فانا وجودي في مصر او في السعوديه او في الامارات فانا ممكن اكون تارجت لحاجه زي كده. ببتدي ان انا اشتغل على الجروب ده كتيم يعني. اول تكتيك هو الانيشال اكسس. ثاني تكتيك الريزيستنس الكوماند اند كنترول. هنتكلم هنا عن الفيشنج. طبعا سب تكنيك بالنسبه للفيرجن الجديد هيبقى سبير فيشنج اتاتشمنت. وبعد كده في السكادول تاسكس هنتكلم عن السب تكنيك اللي هو سكادول تاسك. الابلكيشن الكوماند اند كنترول هنتكلم فيها عن الابلكيشن لير بروتوكول. وهنا هنتكلم عن الويب بروتوكول زي اتش تي تي بي او اتش تي تي بي اس. الهايبوثيسيس دي مش هتكلم فيها دلوقتي. خلينا نشوف الديمو هنعمل ايه في الديمو. احنا في الديمو لاب هنروح لمايتر ونشوف تو فيلدز مهمين جدا هم الداتا سورس والديتكشن هينس. مهمين جدا 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 من اول هانتنج لحد ما نوصل للديتكشن على السيم سوليوشن. بعد كده بعد ما بناخد الهينتس دي اللطيفه دي بنبتدي نكون الهايبوثيسيس بتاعتنا ونبتدي ان احنا نهاند للحاجه دي. طيب خلينا نروح لاول حاجه معانا كانت الانيشال اكسس الفيشنج والسب تكنيك بتاع اللي هو السبير فيشنج اتاشمنت. انيشال اكسس هنا فيشنج سبير فيشنج اتاشمنت. الداتا سورسز اللي انا ممكن اديتكت منها او الداتا اللي هتجي لي ممكن اديتكت منها السبير فيشنج. طبعا ده بيساعدك جدا. ليه؟ بيقلل الهيدك بتاع التفكير بتاعك. طبعا انت ممكن تقول لي طب انا عارف السبير فيشنج ما اكيد هديتكت من البيج سيرفرز وكده. هل احنا بنتكلم هنا عن حاجه واضحه؟ انما لما نيجي نخش مثلا في حاجه ديبلي شويه او حاجه انت ممكن تكون مش عارف ممكن تجيبها منين؟ لا انت محتاج الداتا سورس دي تديك هند. هنا بقول لك ممكن مثلا حاجه زي الميل جيت واي، الميل سيرفر، الباكت كابتشر. طيب انا عندي اللوك سورسز دي زي الفل ماشي زي ما فيش مشكله. بنبتدي بقى نروح طبعا دي الجروبس اللي بتبتدي اللي استخدمت التكنيك ده طبعا كتير جدا. ميتيجيشن مش قصتنا دلوقتي ممكن تقراها. طبعا دي ممكن تستخدمها كسوك في الـ في الـ في الـ الريكومندد اكشن. خد بالك يعني انت بتدي مثلا ريكومنديشن للتيم الثاني ممكن تستخدم ميتيجيشن دي لطيفه جدا جدا. انا عن نفسي بستخدمها يعني في الديتكشن. ده بقى بيكلمك عن عن انت ازاي تديتكت. انا بقول لك الانتروجن ديتكشن سيستم والميل جيت واي ممكن يديتكت السبير فيشنج يعني محمول له اتاشمنت بمليشيس مثلا دوكمنت او دروبر. بقول لك انت ممكن تحط سيجنتشر ويعني احنا خلينا ان احنا هنشتغل طبعا على ال ال على الهايبوثيسيس او الحاجه اللي عدت يعني الحاجه اللي اوريدي اصلا ما حصلهاش ديتكشن. بعد ما بتقرا الكلام اللطيف ده بتبتدي انت تكريت من عندك هايبوثيسيس. طيب انا ايه الهايبوثيسيس اللي انا عندي؟ انا قلت ان انا طبعا الهايبوثيسيس دي ممكن تختلف من شخص لشخص. خد بالك انت انت انا ممكن الهايبوثيسيس بتاعتي دي مختلفه عن حد تاني بس مين اللي ساعدني ان انا اوصل للهايبوثيسيس بتاعتي الاخيره؟ مايتر.
الهايبوثيسيس بتاعتي بتقول ان نفس السندر هيبعت لتو ميني يوزرز، دي هايبوثيسيس عندي. طب هل هي صح؟ ممكن في دماغي انا صح، احنا في التيم بنبقى ممكن سبعه. سبعه ليه؟ عشان يبقى في اختلاف في المايند سيت بتاعتنا، فاهمني؟ عشان انا افكر بطريقه، حضرتك تفكر بطريقه، ممكن واحد تاني مثلا يقول لك لا انا عايز السندر اللي يبعت مثلا للميني يوزرز بعد الوركينج اورز. دي فكره جميله جدا. ممكن واحد تاني يقول لك لا، طب انا عايز اشوف اللي بيبعت باتشمنت بس، انت فاهمني؟ دي كلها هايبسز، بس احنا في الاخر جبناها من مين؟ جبناها من الداتا سورس والداتا 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 والديتكشن هنت. سوري، خد بالك انت هنا ممكن ما تحسش بيها قوي، لان اصلا الفيشنج بيبقى حاجه عايمه شويه، يعني مش كل الناس ممكن تقدر تديتكت الفيشنج. عندك الميلز بتيجي للشغل كتير جدا 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 جدا، ولكن بعد كده هنلاقي ان الموضوع الطف شويه كمان على مايتر. التاني تكتيك هو البريزيستنس. البريزيستنس نرجع ورا كده، سوري. بريزيستنس قلنا عايزين السكادول تاسك، schedule tasks. تمام، طبعا ده تكدل تكنيك، ده سب تكنيك. احنا عايزين schedule task. بص بقى هنا بيقول لك ان انت ممكن من الفايل مونيتورنج البروسيس كوماند لاين او الويندوز ايفنت لوجز. طبعا كلنا بيجي لنا ويندوز ايفنت لوجز، فاحنا هنبتدي خلاص انا خلاص عارف اللوج سورس اللي انا همسك منه. طبعا ده بريف لطيف قوي عن عن التكنيك تقدر تقراه. فانا خلاص انا عارف ان انا اللوجز اللي معايا هاخدها من الويندوز ايفنت لوجز، او طبعا حضرتك عندك مثلا اي دي ار طبعا هيبقى حاجه لطيفه جدا جدا جدا. نبتدي نشوف الديتكشن هنت. بص بقى يا سيدي، الديتكشن هنت هو بيديك هنت علشان تديتكت بيه، بس مش هديك الفول سيناريو. خد بالك برضو انت في الاخر لازم يكون عندك هايبوثيسيس، هايبوثيسيس تشتغل عليها. هنا بيقول لك ان انت لو طبعا احنا ده كله كلام لطيف بيتكلمك هنا، ممكن احنا ديتكتهم على اي تي ار مثلا التاسكس اللي بترن من تاسك ان جي، او مثلا الاس اس سي اس سي اتش تاسكس دوت اكس اي لاب بترن مثلا، او تشوف الارجيومنت بتاعتها. ده طبعا من اي دي ار، احنا في الغالب عندنا في اي دي ار، فخلينا ناخد الهانتنج من على السيم سوليوشن. كل دي ايفنت اي دي طبعا حضرتك بقى ده اللي تحدد السيرفر اللي عندك، بص معاك من ويندوز 10 لحد ويندوز 7 ايفنت اي ديز، عشان تقدر تديتكت بيهم السكادول تاسكس ايفنتس بيحصل لما بيحصل تاسك بيحصل له سكادول. او خد بالك احنا هنا كده ده كده احنا سيم سوليوشن. خد بالك هنا بقى بقول لك في تول اسمها في سيس انترنال تولز internals tool اسمها اوترانز، لطيفه جدا جدا جدا، مرعبه تول جميله جدا، عارفه كل الاماكن بتاعه البريزيستنس الموجوده على الماشين. بس هل حضرتك هتقدر تعدل على ماشين تستخدمها؟ لا. فاحنا بنبتدي ان احنا نركز على انا هعرف استخدمه. حلو قوي، يبقى انا هنا وصلت. جميل جدا، انت اديتني هنت ازاي ديتكت. خد بالك هيقلل الداتا اللي عندك. حلو. طب بس انت لازم يكون عندك هايبوثيسيس برضه. بص بقى انا كده الهايبوثيسيس بتاعت مصطفى ايه؟ ان انا التاسك مثلا بيحصل له سكادول، لان خد بالك السكادول تاسكس برضه بتبقى كتير. السكادول تاسك اللي عندك بيحصل له مثلا سكادول من على من الانسكيور باسز. ايه الانسكيور باسز دي؟ الباسز اللي اي حد يقدر يقعد عليها من غير بريفليج. الديسك توب، التمب فولدر، الاب داتا، كل الحاجات دي طبعا اي حد يقدر يحط فيها. فانت ممكن تمونيتور مثلا او الهايبوثيسيس بتاعتك ان انا بشوف السكادول تاسكس اللي بيحصل لها راننج من على الانسكيور باسز دي. ثالث حاجه الكوماند اند كنترول. الكوماند اند كنترول التكنيك اللي هيكون معانا هو ابلكيشن لاير، والسب تكنيك هو الويب بروتوكولز. تعال نشوف في مايتر، نرجع باك. احنا قلنا كوماند كنترول، طبعا كوماند كنترول ده اكتر حاجه شاغله الناس يعني، فاعتقد ان احنا النهارده هنكفره مرتين ثلاثه يعني. ويب سيرفيس صح ولا ايه؟ كان ابلكيشن لاير بروتوكول، كان ابلكيشن لاير بروتوكول، ابلكيشن لاير بروتوكول. تمام،
وهنا نستخدم الويب بروتوكول. طبعا ده التكنيك او ده التكتيك والتكنيك اللي انا لقيتهم عندي في الريبورت. خد بالك بقى لما بطلعه هنا ماشي معاك فيز باي فيز. الداتا سورس النت فلو. انا ما عنديش نت فلو. نت بروتوكول اناليسيز بروسيس مونيتورنج. طبعا ده حضرتك عندك دي ار رهيب برضو. طبعا انا ممكن بالنت فلو يعني هنا مش شرط ان هو يديك كل داتا كامله, بس ممكن نت فلو او ممكن البروكسي او الفاير وول. انت فاهمني يعني اقول لك مونيتورنج بروسيس يوز اوف نتورك يعني ممكن تكون بروكسي او فاير وول. طبعا البروكسي لطيف جدا جدا في حاجه زي كده. الديتكشن هند. بص بقى بقول لك انالايز الداتا فلوز الكلاينت الداتا فلو. طبعا انا بقول لك ان الكلاينت بيبعت داتا اكتر من اللي بيريسيف من السيرفر. يعني ايه؟ انت طبعا عارف ان الريفرس شيل بتترفع من عندك, يعني حضرتك السي ام دي دوت اكس اي حضرتك بترفعها من عندك توديها للاتاكر. فطبيعي ان الكلاينت هيبعت داتا اكتر من اللي بيعملها ريسيفنج من السيرفر. بس كده. فهو ده مثلا الديتكشن هنت بتاعه. هنت خد بالك الديتكشن هنت. طب انا ايه اللي انا عامله؟ ده بص برضو انا مستخدم نفس الهابسس بتاعه. في المره دي هو كل ما ده خد بالك هنا ممكن مساعدته ما كانتش ليا قوي. هنا ساعدني شويه, هنا ساعدني جدا لدرجه نص معايا الهابسس. فانت امشي معاه كده يعني. خد دماغك وانت بتقلب, هو بيديك هنت بس خد بالك. والحاجه اللي الديتكشن فيها سهل او الهانتنج فيها سهل برضو بيسهل عليك اكتر او بيديك داتا اكتر طبعا او هنت اكبر بكتير من اي حاجه ثانيه او من الحاجات اللي ممكن عايمه شويه زي سبير فيشنج اتاشمنت. طبعا هنا نبتدي ان احنا نشوف طبعا من خلال السورس بايت والديستنيشن بايت اللي بتكون موجوده في البروكسي لوك سورس فيلد, ونبتدي ان احنا نشوف الكلاينتس بتبعت داتا اكتر من اللي بتريسيف ونبتدي نهانت. الثريت هانتنج بيطلع داتا كتير وريزلت كتير قوي 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 قوي, قوي, قوي. كتير قوي مش زي الديتكشن. فاحنا بنبتدي ان احنا في الثريت هانتنج هنا بنبتدي ان احنا نوصل لريزلت ونبتدي نتيون ونشوف الفيوليشن. اول ما نمسك فيوليشن بنبتدي نحط لها زي سيجنتشر على سكيورتي ديفايسز او رول, او يعني رول ديتكشن رول مش هتجد. خلصنا الجزء بتاع الثريت هانتنج وهو كان فيز 2. ندخل على فيز 3. زي ما قلنا في الاول خالص اي ثريت هانتنج اكتيفيتي الصح بتاعها او السكسس ستادي بتاعتها انها تتحول لاوتوميتد ديتكشن. ان انت تبتدي ان انت زي ما بقول لك تبتدي ان انت تحول الكلام ده كله او الفيوليشن اللي حصلت او اللي انت عملت لها هانتنج لسيجنتشر او رول بيزد على سيم سوليوشن او طبعا الابلاينسز بتاعتك. وزي ما قلنا ان الديتكشن بيكون غير الهانتنج. الديتكشن انا عامل رول لو طلعت لي فولس بوزيتيف هتطلع فولس بوزيتيف مره وتطلع 9 ترو بوزيتيف عكس الهانتنج. الهانتنج ممكن يطلع 9 فولس بوزيتيف وواحده بس هي اللي تبقى ترو بوزيتيف. نبتدي ان احنا ترانسليتها في الفيز الثالثه ليوز كيس على السيم سوليوشن مثلا. طبعا احنا هنا هنتكلم عن حاجتين زي ما قلت لك. انا كاني واخد من اول الفيز الاولانيه خالص مش بالترتيب خد بالك. انا هنا واخد حاجات مختلفه ولكن هما جزء لا يتجزا من ثاني فيز من ثالث فيز سوري من اول فيز ومن ثاني فيز. بس انا واخد زي اكزامبلز مش اكتر. طيب ثالث فيز هي اللي هناخد فيها الاكسفلتريشن والكوما كنترول. exfiltration over C2 channel ده التكنيك في سب تكنيك ليها. الكونديشن مش هنخليها طبعا دلوقتي لحد ما نروح للديمو. الكوماند كنترول هناخد فيه الدايناميك ريزوليوشن وهناخد فيها الدي جي اي وابتدي اكلمك عنه باستفاضه اكتر. طبعا هنروح لل في اول لاب ده بتاع الاكسفلتريشن. اكسفلتريشن C2 channel هنستخدم فيه الكيريدر زي ما انت شايف كده في سكرين شوت تحت عشان خاطر نوضح الرول المعموله. تعال نشوف الداتا سورسز بتاعته. باك
احنا قلنا command and control ولا exfiltration، double exfiltration ولا command control exfiltration. تمام، خلينا نبدأ بال exfiltration. قلنا ان هن exfiltrate over ال C2 channel. Exfiltration over C2 channel دي data source. data source طبعا net flow زي ما شفنا في الـ قبل كده في الـ في الـ في سي 2 في الـ في الـ في الهانتنج. بس هتشوف بقى الفرق ما بين الـ ما بين الاكسبلتريشن وما بين ما بين سوري الهانتنج وما بين الديتكشن. بص هنا بقى هبتدي اقول لك ميديجيشن. بص في الديتكشن هنا عايز النتورك مش عارف او بس برضو كلاينت سندنج مش عارف داتا كتير قوي نفس الفكره. خد بالك بتاعت الكومن كنترول هو نفس الاند، بس انا هنا شغال على رول مش ثريت هانتنج، فلازم تكون بالنسبه لي اكيوريت. ولما تجيب لي حاجه تبقى 90% هي ترو بوزيتيف. فانا زي ما قلت لك هنا هخليها هقول له ايه، طبعا هخلي اللوك سورس خد بالك هخليه البروكس اللي عندك في نتورك او الفاير وول انا ما اعرفش انت عندك ايه، واخلي السورس بايت تكون اكتر من 20 ميجا. 20 ميجا من ال 20 ميجا من ال من الكلاينت السيرفر ده رقم كبير جدا جدا جدا، مش هيطلع الا لما يكون يا اما ترو بوزيتيف يا اما احتماليه قليله قوي قوي زي ما بقول لك لا تتعدى 10% تكون فولس بوزيتيف، وان الديستنيشن يكون ريموت ما يكونش حد موجود معايا في النتورك. ده بالنسبه للاكسفلتريشن اوفر السي 2 شانل على الكيو ريدر. تاني حاجه بقى الدي جي. بص يا سيدي طبعا دي الداتا اللي هي داتا سورس هتكون الدي ان اس ريكوردز. طبعا مش مفيش مش ناس كتير بتاخد الدي ان اس لوجز من السيرفرات او من الدي ان اس سيرفر. وطبعا في باكيت كابتشر، وفي الغالب ما عندكش حضرتك باكيت كابتشر في نتورك بقى ديفايس لوجز اللي هو البروكسي لوجز، وده اللي احنا هنبتدي نشتغل عليه. البروكسي لوجز هيطلع لك ان الراجل ده مثلا بيأكسس دومين كذا او واليو ار ال كذا. طبعا انت اوير باللوجز بتاعت بتاعت اللوجز بتاعتك اكتر من يعني. الدي جي اي فكرته ان الراجل المالور اسر بيبتدي ان هو يكريت مالور. المالور ده هيبعته للفيكتيم بتاعه. الفيكتيم او المالور الموجود على الفيكتيم هيبتدي ان هو يجنريت راندوم دومينز كتير جدا 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 جدا، وفي نفس الوقت اللي هو بيجنريتها الاتاكر بيبتدي عنده نفس الالجوريزم ونفس المالور بيبتدي ان هو يكريت ويبتدي ان هو يجنريت نفس الدومينز الكلاينت هيطلع يكلمها. خد بالك الكلاينت هيطلع يكلمها فيروح يريجستر الدومينز دي. طبعا ممكن الرقم يوصل بالالاف وممكن يعدي ال 500,000 كمان يعني. طيب يبقى هو محتاج حاجتين ان هو يضمنه، طبعا الاكسسبيلتي بتاعتك، ومحتاج ان هو يضمن ان ما حدش هيريجستر الدومينز دي غيره. فبيبتدي يكريت راندوم دومينز راندوم راندوم كاركترز ولونج كاركترز. خد بالك يعني انتروبي ولونج كاركتر. طبعا هنا بيكلمك ان انت ان انت ممكن تديتكت بالماشين ليرنينج. احنا هنعمل حاجه شبه كده بس بالريجكس وبالاي كيو ال فلتر. اي كيو ال اي كيو ال دي لانجوج زي سيكوال كده بتكون موجوده في الكيو ريدر. للاسف 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 ناس كتير ما بتكتبش ما حاولتش تتعلم الاي كيو ال، رغم انها حاجه مهمه جدا 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 بتديك باور على الكيو ريدر بطريقه فظيعه. ريجكس برضو حاجه جميله جدا 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 ناس كتير برضو للاسف مش متعلمها، بتحاول انها تجيب كل حاجه يعني من على ستاك اوفر فلو، ولكن صدقني الاثنين على بعض مش هياخدوا منك اسبوع مذاكره. الاسبوع مذاكره ممكن تخلص فيه الاي كيو ال وريجكس، مهمين جدا جدا جدا، وحاجه زي كده مش هتعملها غير بريجكس واي كيو ال. خليني اشرح لك الاي كيو ال دي. طبعا هي الاي كيو ال بتكون شبه السيكوال جدا. انا هنا بعمل سيلكت سورس اي بي والدومين نيم والكاونت بتاع بتاع اللوجات اللي بتحصل منهم. طبعا السورس اي بي والدومين نيم دي فيلدز، انت ممكن تكون مسمي السورس اي بي عندك اي حاجه ثانيه، الدومين نيم عندك برضه مسميه باي حاجه ثانيه. انا مش ما اعرفش انت الطريقه اللي انت مسمي بيها ايه او الفيلدز عندك اسميهم ايه. فروم ايفنتس طبعا حضرتك دي عندك ايفنتس وعندك فلوز، انت احنا فاكر اشتغل من الايفنتس. وير لوك سورس اي دي ايكوال كذا، ده اللوك سورس اي دي بتاعك.
بتاع البروكسي سوري يعني البروكسي بتاعك لوكسس اي دي بتاعه ايه على الكيوريتر هتحط ان الاي دي هو بيكون نمبر يعني and and domain name i match i matches دي احنا انا بخليه ياخدها من من ريجكس انا بقول له انا طبعا دي معناها اي حاجه من الكاركترز اللي موجوده جوه اللي هي من 0 ل 9 او من a to z سواء كابيتال او سمول او العلامه دي مع باك سلاش بقول له ان انت تستخدم ده از كاركتر او الكاركتر اللي بتاعت الداش طبعا قفلنا القوس هنا دي معناها عدد دي معناها ان العدد اللي هيكون موجود قبل الدوت دي بيكون من 10 ل 50 كاركتر حضرتك ممكن تقلل 10 او تزود ال 50 طبعا براحتك هنا بقى البايب معناها ان انت هتاخد اي حاجه من الحاجات اللي بعدها طبعا ده التوب ليفل دومين او تي ال دي طبعا كوم نت انفو اكس واي زي دي كل الحاجات اللي عندي حضرتك عايز تزود حاجه تضيف هنا بايب وتبتدي تكتب بعديها الحاجه اللي حضرتك عايز تضيفها جروب باي دومين نيم هتجروب الدومين نيم وتوردر او تسورت بالكاونت اللي بيحصل تنازلي صح كده تنازلي من فوق لتحت اخر سبع ايام طبعا ده الريزلت او الاكسبكتد ريزلتس اللي ممكن تطلع معاك طلعت معاك ريزلتس مختلفه يا سيدي قلل في الريزلت وتيون طبعا زي ما قلنا الحاجات اللي تتحط على الكير او الرولز او الحاجات اللي تتحط على السيم سوليوشن ولو انا بعتبر ان داشبورد ايتم ممكن يكون ما بين الديتكشن وما بين الهانتنج خد بالك بس حضرتك طبعا هنا تقدر تتيون الداشبورد تكسكلود الحاجات اللي هي العاديه عندك في النتورك وتبتدي ان انت تشتغل على كده في الدي جي اي طبعا احنا خلصنا كده فيس 3 خليني بس قبل ما اخش على فيس 4 اقول لك ان انت احنا خلصنا اليوز كيس كرييشن بيزد على مايتر الدوكيومنتيشن الدوكيومنتيشن بيزد على مايتر مهمه جدا 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 ليه علشان لما اجي مثلا اشوف الرولز واليوز كيسز اللي عندي اللي انا بكفرها على السيم سوليوشن ابقى عارف انا فين ابقى عارف الجابس اللي عندي ايه ابقى عارف السترينس بوينت اللي عندي فين هل انا مثلا بكفر كل التي تي بي زي بعضها هل بدل كل حاجه البريورتي بتاعتها يعني احنا المفروض ان احنا من ورا لجوه من الكنال اكسبكتريشن كومن كنترول بيكون ليها بريورتي اعلى من حاجات اللي هي مثلا في الانيشال اكسس هل انا ماشي كده مظبوط الحاجات اللي هي المفروض السيفيرتي بتاعتها اعلى واخده يعني رولز اكتر واخده حجمها فعلا ولا انا مركز في حته معينه وفي تي تي وفي تي بي اصلا او تي تي او تكتيك وتكنيك انا اصلا سايبهم خالص عشان كده الدوكيومنتيشن بيزد على مايتر مهمه جدا عشان تعرفك الجاب اللي موجود عندك فين اول ما تلاقي الجاب في الحته دي لا احنا محتاجين نكريت رولز او محتاجين نكريت يوز كيسز هنا محتاجين نمونيتور اكتر محتاجين نديتكت هانت اكتر على الحته دي فبتبتدي ان انت طبعا تطلب من التيمز عندك ان هم يبتدوا يشتغلوا على التكتيك والتكنيك ده طبعا بيزد على مايتر برضه بيزد على اتاك هترجع تضطر ان انت تروح لاتاك وتبتدي تشوف الدي تي بيز الموجوده فيها وتبتدي ان انت تشتغل عليها طبعا زي ما قلنا قبل كده بالديتكشن هنت والداتا سورسز كده خلصنا الفيز 3 بنخش على فيز 4 فيز 4 الكاتيجوريزيشن بتاعت الانستنت هتريبورت الفايليشن ازاي هتحدد السيفيريتي بتاعت الفايليشن ازاي زي ما قلنا عندك من اول اكسبكتريشن لحد كمان كنترول كل وانت نازل كده بتقل السيفيريتي لحد ما توصل للريشال اكسس لو كل ما تطلع فوق السيفيريتي بتزيد ميديوم فهاي مثلا برضو علشان حضرتك لما تيجي تطلع مثلا مانثلي ريبورت ليك مثلا تبقى عارف ايه اكتر ليفلز انت عملت لها ديتكشن وايه اكتر حاجه انت ما عملتش اكتر كليت شين انت عملت فيها الديتكشن وايه اللي انت كنت ما عملتش فيهم ديتكشن هل انت وقفت المالورز هنا هل مثلا انت في اتاكر مثلا على الديتكشن في كليت شين ادفانسد شويه ما عملتوش كليت ديتكشن في كليت في التاكتكس اللي قبلها مثلا زي البرزستنت والاكسكيوشن عملت ديتكشن مثلا في الكوماند كنترول لا يبقى انا عندي مشكله في التي تي بي دي تي تي بي دي او التاكتيك والتكنيك ده والتاكتيك والتكنيك ده لا يبقى انا محتاج اشتغل على الليفل ده شويه واشتغل على الليفل ده شويه وتبقى عارف الديتكشن بوينت والسترينث بوينت بتاعتك دي بالنسبه لفيس 4 فاحنا كده كفرنا من اول ما بيكون السيرت ريبورت
موجود طبعا. السيرت ريبورتس اللي انت هتترانسليتها هي مش هيكون معمولها اصلا ترانسليشن على مايتر، خد بالك، ولا معمول ترانسليشن في اي حته. انت السيرت ريبورت لسه طالع امبارح فلسه ما تعملوش ترانسليشن، فانت بتبتدي ان انت تترانسليته. لو حاجه اصلا معموله ترانسليشن قبل كده فانت مايتر موجوده يعني. يعني انت بتبتدي تشتغل على حاجه اوريدي اصلا مش معموله ترانسليشن، ما حدش عارف عنها حاجه غيرك انت، بس انت لسه قارئ عنها او لسه السيرت ريبورت بتاعها لسه طالع، فمش اوريدي مش متعمل لهاش ترانسليشن لمايتر. ده في الفيز الاولانيه خالص، مرورا بفيز 2 اللي هي سيت هانتنج لحد ما بنحول الهانتنج ده لاوتوميتد ديتكشن رول، في الاخر خالص بنريبورت الفيوليشن دي بيزد على مايتر طبعا، بجانب ان احنا بنبتدي ان احنا ندوكمنت الرولز اللي عندنا على او اليوز كيسز والداشبوردز والايتمز والرولز على مايتر عشان نعرف السترينث والويكنس جاب. دي ريفرنسز، ده طبعا التريننج اللي كان برضو اتكلم عليه امجد، ودي البورتل بتاع سايسيف ان احنا ممكن مثلا ان ترانسليت منه سوري ممكن نداونلود منه الريسورسز بتاعه سايسيف. هتخش على الويب سايت بتاع سايسيف ريسورسز ريسورس سنتر، هتبتدي ان انت تروح لريبورتس، هتلاقي هنا ريبورتس كتيره قوي قوي موجوده طبعا، داونلود الريبورت اللي انت محتاجه، او انت هتلاقي مثلا الريبورت بتاع اي بي تي تي اللي احنا كنا شغالين عليه هنا، ريكومندد جدا انت تبتدي تترين عليه في الاول، وتبتدي بعد كده ان انت عشان تشتغل على الريبورتس اللي انت ما تعرفش عنها حاجه وما قررتش عنها حاجه قبل كده، او مش موجوده قبل كده على الـ على الـ على الكوميونتي. بس جود لك، شكرا جدا يا امجد. شكرا جدا ليك يا مصطفى، وكانت سيشن يعني محترمه جدا، بنتكلم فيها عن ازاي تستخدم المايتر اتاك في الدي تو دي اكتيفيتي فاسويرز اللي بتستخدم في الاتاكس او بتستخدم في اي ريبورتس او بتستخدم في اي اي بي تي، فهي موجوده برضو في مايتر. طبعا هي مش كلها كفرد او مش كل الريبورت هتبقى كفرد، بس في نفس الوقت لو انت رجعت الجزء الخاص بالسوفت وير، وخليني برضو اعمل يعني زي شير سكرين بسيطه خالص اوضح فيها البوينت دي عشان الناس برضو اللي لسه ما تعرفش ازاي تعمل ترانسليشن. فاحنا لو رجعنا للبوينت هنا ورجعنا للنقطه بتاعه السوفت ويرز، هتلاقي هنا معظم السوفت ويرز اللي بتستخدم يعني من اللي في الويل نون اي بي تي او في بعض الاتاكس المعروفه يعني. فدي كبدايه كويسه اللي انت تقدر تعرف تقرا يعني او تعرف السوفت ويرز المستخدمه. ذا سيم برضو في قصه الجروبس زي ما احنا قلنا، طبعا مش كل الجروبس كفرد، بس دي كبدايه تقدر تستارت فيها بالاضافه للريسورس اللي قال عليه مصطفى اللي هو الجزء الخاص بالتريننج يعني. خلينا نسال دلوقتي كم يعني خلينا نسال سؤال، انت شايف مثلا ايه اللي الناس تقدر تعمله في القصه بتاعت الترانسليشن عشان يقدر مثلا يتدرب اكتر على كونسبت الترانسليشن الريبورت، زي يقدر يطلع التاكتكس والتكنيكس، مش بس كمان الريسورس بتاع المايتر، لان انا واحد من الناس مثلا كانت الريسورس اللي انا بستخدمه ستيل موجود تقريبا اللي هو الاي بي تي نوتس اللي هو كان فيه ريبورتس من سنه 2009 او حاجه زي كده، وفي كمان اللي هو في واحد من المواقع خليني برضه افتكره اللي هو سيرت انتليجنس اللي هو مينر ثواني كده، ده برضه من الحاجات اللي كان فيها انتليجنس ريبورتس اللي انت تقدر تطلع منها انت شويه او تقدر تاخد منها ريبورتس وحتى تاخد منها اي سيز اكزامبلز اي بيز حاجات زي كده. فادي الاي بي تي نوتس الريبورتس اللي موجوده فيه، اعتقد انت عارف الموقع ده. تمام. بص يعني حتى انت تقصد الريبورت ان انت ترانسليت الريبورتس كتريننج، يعني الناس لو مثلا عايزه تتدرب او يعني يكون عندها تريننج ازاي تعرف ترانسليت، يعني مش كل الناس بتعرف تعمل ترانسليتنج الا لو دخل سوك انفايرمنت، فالناس هتساعده ازاي يعمل ترانسليتنج لو يطلع تي تي بي. لو هو دلوقتي حد ما يعرفش ازاي يعمل ترانسليتنج، فايه الطرق اللي يقدر يستخدمها؟ زي ما قلنا بيبتدي ان هو يشوف التريننج اللي على مايتر، بعد كده بيشوف ريبورتس اوريدي معمول لها ترانسليشن لمايتر حتى لو مش موجود على مايتر بلاتفورم الجروب ده،
يعني مثلا اي بي تي 14 مثلا ممكن ما يكونش موجود مثلا مش موجود مثلا على مايتر، ولكن اللي عمل له مثلا اللي عمل للست ريبورت هو اوريدي عامل ماتشنج للمايتر، يبتدي ان هو يترانسليت الريبورت ده ويبتدي ان هو يشوف هل الريزلت هي هل في اختلاف كبير ولا الاختلاف بسيط. طيب ما فيش الامكانيه ان هو اصلا يكون موجود في مايتر ماتريكس عليه، ممكن انا وزميلي مثلا في نفس التيم ان احنا نبتدي نشتغل على الريبورت ده احنا الاثنين، تفهمني؟ يعني ممكن ابتدي ان انا اشتغل على ترانسليت الريبورت ده وزميلي الثاني برضو يبتدي ان هو يشتغل عليه ونقارن الريزلتس بتاعتنا ببعض. بالظبط، وده كان فعلا مايتر وضحته في التريننج اللي انت يعني كذا ممكن تبقى جروبس مع بعضها، تمام ده بيترانسليت وده بيترانسليت، اختلاف المايند سيت دي هتقدر تخلينا حتى نطلع تي تي بي ممكن ان انا اكون شايفها بشكل وهو شايفها بشكل تاني، فالاختلاف تمام ده مهم يكون موجود في الانفايرمنت بتاعت السوق. طيب تمام ده بالنسبه للاسئله، باقي الاسئله فاحنا هيكون عندنا الاسئله دي متاحه على ديسكورد تشانل، ومصطفى هيدخل معانا هيقدر يجاوب على معظم الأسئلة في حدود الوقت المتاح ليه.